معكم باسل الكحلوت من غزة، أصلي من تفاح وجديد نقلت على بيت حنون. أنا بشتغل إعلامي مصور في غزة. في 11/10 بقيت شغال في دائرة الكرمل، بشتغل أنا في الطاقات الشمسية حاليا، وبرضو مستمر في التصوير في الإعلان. أول ما جيت على المجمع التفت نظري أنه في فريق شارك موجود هان بقدم الخدمة للناس، بحاول أفك الضغط عنهم. أنا كعادتي رغم الظروف اللي إحنا فيها، رغم الألم، رغم بعدي عن أهلي، انضميت إلهم والحمد لله أصبحنا جزء منهم، وهنا قاعدين نستمر في الإشي هذا. كالعادة بيجوا ناس من برا جداد، بنقف عنا بنسجل سميهم، بنسلمهم الحاجات المطلوبة زي فرشة، مخدة، حرام، ومنقعدوا في مكان آمن. من ضمن المجموعة بنجمع الناس كل يوم، نعمل مجموعة بنحاول نجيبهم على المكتب هون، بنحاول نخفف من ضغطهم، يحكي اللي عنده، حاول يعني ندي شوية أمل على الأقلية، رغم اللي بصير معنا، رغم بعده عن أهله، رغم نفسه يشوف أهله وأولاده، بنحاول نخفف عنه كل الألم هذا. لما أرجع غزة حكمل أستمر في فريق شارك هناك في غزة، لأنه بعد ما خلص الحرب بإذن الله راح يكون في ألم كتير ووجع كتير هناك في غزة، راح نضلنا مستمرين في لأنه في الاحتياج، في نقدم الخدمة للناس، نقدم أي شيء نقدر نعمله هناك. أمية حياتي نفك الحصار على غزة وتجمع فلسطين كلها مع بعض ونعيش كأي دولة.